متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم سارت أجواء شديدة الحرارة في عموم مناطق المملكة. درجات الحرارة كانت في منتصف إلى أواخر الأربعينيات، خاصة في القسم الشرقي من المملكة العربية السعودية. خلال الأيام القليلة القادمة يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي، لتتأثر المملكة بموجة حارة شديدة تشمل مناطق واسعة منها، سنستعرضها في هذه النشرة، حيث نبدأها بالتوقعات الجوية بهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة. يوم الثلاثاء سادت أجواء شديدة الحرارة في عموم مناطق المملكة، خاصة في الأجزاء الشرقية منها. يوم الأربعاء بإذن الله يتوقع أن تسجل درجات الحرارة المزيد من الارتفاع، تكون درجات الحرارة في أواخر الأربعينيات في عموم منطقة حفر الباطن، أجزاء من الحدود الشمالية أيضا الشرقية والإحساء، في حين تكون درجات الحرارة خمسينية في أجزاء من الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية وأيضا أجزاء من حفر الباطن، بينما تكون درجات الحرارة في منتصف الأربعينيات في عموم المنطقة الوسطى والجنوبية، بينما تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالا في المرتفعات الجبلية العالية من المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا من مرتفعات تبوك. يوم الخميس المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، درجات الحرارة تكون خمسينية في مناطق أوسع هذه المرة، تشمل مناطق أوسع من حفر الباطن، منطقة الشرقية، الإحساء، كما ترتفع درجات الحرارة أيضا في المنطقة الوسطى والعاصمة الرياض، لتكون درجات الحرارة في أواخر 40 درجة مئوية. أيضا تكون درجات الحرارة مرتفعة جدا في المنطقة الشمالية، تكون درجات الحرارة منتصف إلى أواخر 40 درجة مئوية، بينما تستمر الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية العالية. يوم الجمعة بإذن الله المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، لتكون درجات الحرارة خمسينية في مناطق واسعة من حفر الباطن الشرقية والإحساء وأيضا أجزاء من الحدود الشمالية، بينما تكون في أواخر الأربعينيات في أجزاء واسعة من المنطقة الوسطى هذه المرة بما فيها العاصمة الرياض، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة 48 درجة مئوية يوم الجمعة. نبقى في العاصمة الرياض، والتوقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء غالبا صافية مع 29 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 28، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. التوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الأربعاء 45 إلى 30 درجة مئوية اشتداد على الموجة الحارة، يوم الخميس 47 إلى 31 والمزيد من الارتفاع على درجات الحرارة، يوم الجمعة 48 درجة مئوية إلى 32 درجة مئوية. يذكر أن هذا الارتفاع الكبير على درجات الحرارة والموجة الحارة المتوقعة هي ناتجة عن اشتداد للمرتفع الجوي في طبقات الجو العالية فوق الجزيرة العربية. نستعرض الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء شديدة الحرارة، تبوك 43 إلى 28، سكاكا 46 إلى 32، وعرعر 46 إلى 31 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 47 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 33، جدة 34 إلى 30، مكة المكرمة 41 إلى 28، والطائف زخات رعدية من الأمطار 35 إلى 25 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، دخات من الأمطار في أبها مع 31 إلى 19، نفس الأجواء والحرارات في الباحة، أما جازان 37 إلى 33 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 44 إلى 30، حفر الباطن أجواء شديدة الحرارة 48 إلى 32، وإحساء 48 إلى 29 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 45 إلى 30، بريدة 45 إلى 29، وحائل 43 إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.